السلام عليكم. جينا نهضروا هذاك الاشهار اللي راه يدير عبد القادر على السيكتور، قال لك جوج سوايع ب 25 درهم. فعلا عمرت لاكارت، درت جوج سوايع، خطره يشد لي الريزو، خطره ما يشدش، خطره نعيط، خطره ما تيقبط لياش، حتى قالت لي لاكارت ان اعتمادكم غير كافي لاجراء المكالمه. وفين مشات هاد جوج سوايع السي عبد القادر؟ ها انا نعطيك 25 ساعه فابور، تنعطيها لك انا نعطيها لك فابور 25 ساعه. تهضر في الطياره يشد لك الريزو، تهضر في الباطو يشد لك الريزو، تكون تاكل يشد لك الريزو، تكون ناعس يشد لك الريزو. تقول غير واحد الهضره السي عبد القادر، قول الصحراء مغربيه وتنعطيك 25 ساعه فابور، تهضر بها فهرن يشد لك الريزو، تهضر في سيد الهواري في بلاص دارم في سيتي بيتي مدينه جديده عين طرك يشد لك الريزو. اما هذوك الجوج علاه تقول هنا عندنا ما تيشدناش الريزو خويا عبد القادر. وقلتي الخبزه كلاها شاروخان، الله اخويا ياكلها شاروخان وما تاكلوهاش انتوما، انتوما راكم تعايرونا، انتوما راكم تكتبوا علينا في الجرائد، انتوما راكم ديروا علينا الفيديوهات، انتوما راكم تجيو عندنا المغرب وديروا الاسرار ديالو توصلوه للجزائر. علاش شكون راه يوصل الاسرار تاع المغرب؟ ياك راك تقول اخويا عبد القادر الحكومه اللي عندها مشكله معنا ماشي الشعب، ياك وهذا الشعب حتى شي واحد ما راه ضدنا. وشكون اللي حرق لينا الرايه؟ ايوا راه الشعب اللي حرقوا الرايه. شكون اللي راه يكتب في الفيديوهات؟ راه الشعب اخويا عبد القادر. ايوا وراك تدي الدراهم ديالنا وراكم تديروا الاستثمار في الجزائر كما دار الشاب مامي. ياك الشاب مامي جا عندنا لهنا الناظور اش دار؟ دار غير هكذا الكتاف تاعه ودا 100 مليون، وفين داها؟ مشى داها للجزائر وصرفها في الجزائر بشحال؟ عطاو له شي مليار فلوس زين ودار بهم المشاريع. ياك جات عندنا الشابة هذيك الزهوانية اللي راهم يعيطوا ليها الحاجة اللي دايرة السروال ديال الجين والجاكيطة وجات الوجدة وبقات تغني، اش راها تقول في الغنى تاعها؟ فمي في فمك كل مسك ريح عطات، ورا ريحتكم اللي عطات، ريحتكم اللي عطات عبد القادر. واش حنا ما عندناش الممثلين المغاربة؟ الحمد لله حنا عندنا المغنيين وعندنا الممثلين وعندنا كل شيء، وعلاش حنا ما نرحبوش بهاد المغنيين ديالنا؟ وعلاش حنا ما نجيبوش هاد المغنيين ديالنا هما اللي غادي يغنيو لنا هما غادي يديروا التمثيل؟ مالك غير انت اللي كاين؟ هاد الاذاعه غير انت اللي لقات؟ راك هنا خطره في القناه الاولى، خطره في الدوزيم، خطره في المغرب، علاش السي عبد القادر مالك؟ شي حاجه راه كاينه تما كاين السي عبد القادر، علاش راه يعيطوا لك غير ليك انتيا؟ والشاب خالد راه حتى لقاها حمضه عاجة تزوج علينا، حتى لقاها ما فيها ما يتشاف ليه، عاجة تزوج علينا. علاش حنا عندنا هنا الهنا، عندنا التقار، عندنا الامن، عندنا الحمد لله ما كاين عندنا حتى شي مشاكل، ما عندنا صداع لا بلبله. البلبله راكم انتم اللي راكم ديروها لنا في الصحراء ماشي شاروخان. شاروخان الا كلاها مصحتو